بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. وأنا أبدأ بأما بعد، لست كأخي الأدق الذي بدأ بأما قبل. وأما قبل هذه كانت من خصائص أسلوب علم من أعلام اللغة العربية المعاصرين، وهو الأستاذ مصطفى صادق الرافعي يرحمه الله تعالى. فأما قبل كان يتميز بها أسلوبه، وإذا وجدت مقالة فيها أما قبل فاعلم أن الذي سيتكلم أو الذي سيكتب هو الأستاذ مصطفى صادق الرافعي. نعم، من أجل هذا اخترت هذا البدء الدقيق الذي تابعت فيه أستاذا دقيقا علما من أعلام هذا العصر في بيان جمال اللغة العربية وفي دقة أسلوبه فيها وسمو مكانته بين المتحدثين بها وفي دفاعه الشريف عن هذه اللغة العربية ضد من يحاولون أن يقللوا من قدرها أو ينزلوا من مكانتها. فأبدأ بالشكر الجزيل لابني الطالب والباحث الذي حرص على أن أكون موجودا بينكم وعلى أن أتحدث إليكم بما يحضرني بعد يوم طويل من عمل شاق، بدأ في الساعة 11 حتى الوقت الذي أنا فيه بينكم الآن. وأشكر معالي الوزير المهندس الأريب النجيب ابن الأستاذ الكريم العالم الروائي المثقف الوطني الأستاذ عبد المنعم الصاوي رحمه الله، الذي سميت هذه الساقية باسمه، وهي ساقية تصلنا بعلمه وفكره وأدبه وإبداعه وتروي أشواقنا إلى مزيد من العلم والمعرفة. فيعني شكرا له، وشكرا للذي أقام صرح المعرفة الذي على إثره سار ولده النجيب معالي الوزير محمد عبد المنعم الصاوي. محمد حجاج كما تعرفون يعني رجل يبالغ في تقدير المواقف، ويتحدث عن أساتذته بما يدل على وفائه لهم، ولكن دعوكم من هذا الكلام الكثير المبالغ فيه الذي تحدث عنه، ولنتحدث عن شيء يسير مما يتطلبه الموقف أو يتقبله المقام، عن العلاقة بين الفلسفة واللغة. ولكنني قبل أن أتحدث عن الفلسفة واللغة سأطوف تطوافا يسيرا على بعض العلم الجميل الذي دخلت صاحبه يتكلم عن مركز اللغات العربي الذي أسس من أجل تدريب أناس من المختصين أو الراغبين في معرفة اللغة العربية ومعرفة قواعد الترجمة. وقد استمعت، وليعذرني الأستاذ لأنني لم أستمع إلى اسمه، فقل لي إلى الأستاذ حسام الدين مصطفى. يعني استمعت إلى كلام طيب، أحب أن أقدم بعض الهوامش على هذا الكلام النفيس الذي استمعت إليه. هوامش: هذه الترجمة التي تحدث عنها أولا، وقد دخلت وأتحدث عن المأمون، تعد دون مبالغة أكبر حركة للترجمة في التاريخ إلى وقت ظهورها، وهي الحركة التي بدأت منذ وقت مبكر، من منتصف تقريبا منتصف
القرن الأول الهجري حتى وصلنا إلى المأمون أو إلى والده هارون الذي أسس بيت الحكمة وجمع فيه هؤلاء الذين يعملون في هذا الحق وأغدق عليهم الأموال حتى إن الكتب التي كانت تترجم كانت توزن بالذهب. وهذا تصور لقيمة الترجمة وإثرائها للفكر الإنساني وإغنائها للحركة الثقافية في العالم ليس له نظير حتى الآن. وكانوا يقولون للمأمون إن المترجمين يكتبون على ورق سميك لكي تزداد حصيلتهم من الذهب الذي سيقدمه لهم المأمون، ولكن المأمون كان يقول إنا نأخذ منهم ما يبقى ونعطيهم ما يفنى. هذا تقدير عالي جدا للعلم، هذا تقدير عالي جدا للعلم لم يصل إليه أحد في الدنيا. إنا نعطيهم ما يفنى وهو المال ونأخذ منهم ما يبقى وهو العلم. فهذا في الحقيقة يعني يمثل هذا الأثر الأعظم في تاريخ البشرية، لأنه حفظ لنا تراث الأمم السابقة علينا جميعا بعد أن أودعت كتبها في الخزائن بعيدا عن هذا العلم المتدفق، لكي يأخذ العرب بناصية العلم من سائر الثقافات السابقة على الإسلام. حصيلة الأمم كلها ترجمت إلى اللغة العربية وأحيت ما باد من أصول سابقة كتبت بها هذه اللغات أو هذه المعارف والمعلومات، لكي تكون اللغة العربية هي المخزن الذي حفظ فيه كل تراث الأمم السابقة. ثم أصبحت هذه اللغة بما حوت وبما جمعت هي الوسيلة التي قدمت بعد ترجمتها إلى اللغات اللاتينية. ولعل أخي الدكتور الأستاذ الدكتور لا متولي الدكتور محمد دكتور طبعا هو الذي سبق دكتور محمد عليوة، الأستاذ دكتور محمد عليوة، لعله أشار إلى شيء من هذا قبل أن أحضر، ويؤسفني أنني لم أكن موجودا لكي أستمع إلى علمه الفياض في هذه المجالات وفي أمثالها لدرايته العميقة باللغة الأسبانية والترجمة من اللغة الأسبانية. فانتقل تراث الأمم مضمخا بعبق اللغة العربية والعقول العربية إلى اللغة اللاتينية، فأصبحت قنطرة عبر بها العلم مشفوعا بإسهامات العرب والمسلمين فيه إلى اللغة اللاتينية ومنها إلى كل اللغات التي تفرعت عنها. ولذلك يقال في تاريخ الثقافات وتاريخ الحضارات إن أوروبا تستطيع أن تستغني عن الصين وعن الهند وهما من دول الحضارة الكبرى، ولكنها لا تستطيع أن تستغني عن اللغة العربية التي حفظت لها تراثها القديم، ثم جمعت إلى هذا التراث القديم الإبداع العربي والإسلامي الذي انتقل إلى أوروبا عن طريق اللغة اللاتينية. فإذا يعني نحن نتحدث عن شيء عظيم جدا، وطبعا الكلام النفيس الذي قاله عن الجاحظ مع بعض تدقيق وتصويب فيه يمثل هذا الإدراك العالي لوظيفة المترجم والشروط التي وضعها العرب للمترجم، ويعني هذا يمثل هذا الوعي الكبير بأهمية الترجمة وبضرورة تحقيق الشروط التي يجب أن تكون في هذا الأمر. ثم أنتقل مع الأستاذ حسام نقلة أخرى إلى الطهطاوي. الطهطاوي في العصر الحديث رائد مدرسة الألسن ورائد كلية اللغات والترجمة، لكنه كان رائدا عمليا لا يكتفي بالنظريات. وهذه البعثات التي خرجت من مصر إلى إيطاليا وخرجت من مصر إلى فرنسا، كان الشيخ الطهطاوي يلزم كل مبعوث من هؤلاء بأن ينقل إلى اللغة العربية كتابا من تلك الكتب التي اتصل بها وهو يعد بحوثه العلمية،
فلا بد أن يترجم قبل أن تنزل قدماه على أرض مصر كتابا على الأقل. وكانوا يودعون في الحجر الصحي في سيناء قبل أن يدخلوا إلى مصر لكي يقدموا الكتاب الذي يترجمونه. وانظروا لو أننا سلكنا هذا الطريق منذ الطهطاوي حتى الآن لكنا قد وجدنا مئات وآلافا من الكتب التي ترجمت إلى اللغة العربية، وما كنا بحاجة إلى أن نتحدث دائما عن التعريب الذي يتأخر عن حركة التأليف في العالم. ولذلك وجدنا أن كلية الطب التي أنشئت في مصر بناء على هذا المجهود الذي وضعه هذا الرائد العظيم كانت تدرس الطب باللغة العربية، وظلت تدرس الطب باللغة العربية حتى دخل الاستعمار الإنجليزي. بعد سنة واحدة من دخول الاستعمار الإنجليزي تحول التدريس في كلية الطب إلى اللغة الإنجليزية، لأنهم أرادوا أن يحرموا اللغة العربية من ثمرات العلم ومن تعريب المصطلحات. ولو أن الأمر سار كما أراد الشيخ الطهطاوي لما كنا بحاجة الآن إلى إثارة هذه المشكلة، ضرورة التعريب، ضرورة نقل العلوم، ضرورة التدريس باللغة العربية، لأن العلم كان سيكون على هذا النحو. ثم أضيف إلى هذا الذي قاله إن الشروط التي وضعها الجاحظ كانت شروطا مهمة جدا، ولكننا نضيف الآن أمرين مهمين، أو ينبغي أن نضيف أمرين مهمين. الأمر الأول عنصر الملائمة فيما يترجم إلى اللغة العربية، لأن الترجمة كما أشبهها تشبه نقل الدم، نقل الدم، ولا بد أن يكون نقل الدم متجانسا مع الدم الذي سينقل الدم إلى صاحبه، وإذا كان غير ملائم فإنه يفسد أكثر مما يصلح ويهلك أكثر مما يحيي. ومن هنا فإن عنصر الملائمة مهم جدا في هذا الأمر، وعلى الأمة أن تخصص من بين أبنائها من يشرفون على مثل هذا الأمر حتى لا يكون الأمر سداحا مداحا، وأن يكون معتمدا على جهود الأفراد وعلى الاعتماد على أناس لا يجيدون فن الترجمة ولا يجيدون العلم الذي يترجمونه حتى وإن كانوا متفوقين في اللغات من اللغة التي ينقلون منها أو اللغة التي ينقلون إليها. لابد أن يكون عندنا من ينظم هذا الأمر. وطبعا مركز اللغات والترجمة، مركز الترجمة الآن يقوم بشيء من هذا، ولكنه لا يقوم بالعبء كله، ولكنه يعتمد على يعني الترجمة في بعض المجالات أو في بعض النطاقات. وينبغي أن تكون هذه مسألة قومية، لأن الترجمة كما أقول تشبه نقل الدم، فهذا أمر مهم. نمرة 2، ينبغي أن يكون حرصنا في الترجمة شاملا للأمرين جميعا، العلوم النظرية والعلوم العملية. نحن لا نحتاج إلى ترجمات كثيرة فيما يتعلق، أو لا نريد أن يكون لها الطغيان، نحن نريد أن نقوم هناك تناسب، كما قلنا الملائمة نقول التناسب أيضا. لا ينبغي أن يكون التعريب أو الترجمة في مجال الإنسانيات محتويا على الترجمة كلها، لابد أن يضاف إليه الترجمة في مجال الطب وفي مجال الهندسة وفي مجال الرياضيات وفي مجال الفلك ومجال العلوم الأساسية، حتى تتوازن مسألة الترجمة وتقدم هذه الترجمة للأمة ما يغنيها في مثل هذا الأمر، وحتى تسهم هذه الترجمة في تعريب المصطلحات وتقديم المعلومات التي يمكن الإفادة بها. إذا استيقظنا يوما وقلنا إننا نريد أن نجعل اللغة العربية التي وسعت كل العلوم قديما والتي وسعت كل العلوم إلى عصر قريب، نريد لها أن تكون هي لغة العلم، وأن تكون لغة الثقافة، وأن تكون لغة الحياة، وأن تكون لغة البحث العلمي، إذا لكان ينبغي أن يكون عندنا هذه الحصيلة الكبيرة. معذرة إذا طوفت بكم بعيدا، ولكن سماعي لهذه المحاضرة القيمة التي قدمها الأستاذ حسام مصطفى أوردت هذه الخواطر في ذهني، وأردت أن أشارككم فيها، ولعل فيها ما ينفع وما يفيد إن شاء الله تعالى.
ثم يعني اسمحوا لي أن أقول شيئا في نهاية المطاف عن علاقة الفلسفة باللغة. وإذا أردنا أن نتحدث عن علاقة الفلسفة باللغة فإن علينا أن نتذكر أن الفلسفة هي أم العلوم قديما، وكانت هي المظلة التي تستظل بها جميع العلوم، حتى الطب كان يدخل في نطاق الفلسفة، فضلا عن الفنون، فضلا عن الدراسات الإنسانية في علم الأخلاق وفي علم الاجتماع وفي علم السياسة، مؤسسا ذلك كله على الدراسة للطبيعيات والرياضيات وما وراء الطبيعة أو الإلهيات. يعني الفلسفة كانت تشمل كل هذا، وكل واحد من المختصين في فرع من هذه الفروع التي سردت أسماءها الآن كان يمثل بعلمه جزءا من هذا الكل الكبير، كان عليه أن يعرف صلة علمه بسائر العلوم التي تنتظمها العلوم الفلسفية التي تشمل كل شيء. ولعلنا ما زلنا نتذكر أننا كنا نسمي الطبيب عندنا الحكيم، كان اسمه الحكيم، وآباؤنا وأجيالنا القديمة كانت رايح فين؟ رايح عند الحكيم. ليه؟ لأنه لم يقتصر في علمه على العلم بالطب، ولكنه أسس معرفته في الطب على معرفة شاملة أو عامة بالأصل الذي تقوم عليه العلوم كلها وهو الفلسفة. هكذا كان الفيلسوف، وكان الذي يدخل إلى أكاديمية أفلاطون لابد أن يكون عارفا بالرياضيات، وقد كتب على مدخل الأكاديمية من لا علم له بالرياضيات فلا يأتين إليه. لازم يكون عارف كل حاجة. الفلسفة طبعا بحسب تطور العلم التجريبي الساينس اقتطع منها مجالات تتعلق بالعلوم التجريبية، وأصبح لها شيء من العموم المتعلق بالثقافة والمتعلق بالإنسانيات بصفة عامة، ومن هنا اختزل شيء من تخصصاتها، ولكن ما يزال لها المقام الأعلى فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية والماورائية، ما وراء الطبيعة والأخلاقيات. هذا كله ما يزال يدرس في نطاق الفلسفة الإنسانية المعاصرة. إذا أردت أن أتكلم عن علاقة الفلسفة بهذه باللغة، فإن هذه الفلسفة التي هي أم العلوم كان عليها أن تبحث كثيراً من المسائل المتعلقة باللغة. وأشير في عجالة لأن لدينا في تراثنا الفلسفي العربي الإسلامي كتاباً يسمى إحصاء العلوم. إحصاء العلوم للفارابي كتاب يبحث عن العلوم التي كانت تدرس في الحضارة اليونانية والتي ترجمت إلى اللغة العربية، وقد بدأ الحديث عن العلوم بعلوم اللسان. علوم اللسان قبل الحديث عن المنطق، بدأ بالعلم الخاص باللسان ويتحدث عن القوانين الكلية للغات، لأن اللغات على اختلافها تشترك في مجموعة من القوانين أو الأسس التي لا بد منها في كل لغة من هذه اللغات، يعني التركيب الخاص بالجمل، البنية لهذه الجمل، العلاقة بين هذه الجمل، التقسيم، تقسيم اللغة إلى صواب وإلى جمال، تقسيم اللغة إلى فروع يتخصص بعضها في الكلمة وبعضها في الجملة وبعضها في المستوى الجمالي. هذا كلام بحثه الفارابي في العلم الأول الخاص بعلوم اللسان، وقد كان يتحدث ناظرا إلى ما يعرفه من اللغات الأخرى، ويقال طبعا هو تركي الأصل
أو متنازع في أصله العرقي. وإذن كان الرجل عنده دراية باللغة اليونانية، وكان يتجلى وتبدى في كلامه معلومات مقارنة بين اللغات. على سبيل المثال، الكلام الذي نقوله إن الجملة اللاتينية أو الجملة اليونانية ثلاثية التركيب، يعني فيها المسند إليه، وفيها المسند، وفيها أداة الكينونة، فيرب إتر مثلا في الفرنساوي أو في غيرها من اللغات، في الأسباني نفس الكلام، وفي الإيطالي نفس الكلام، في اللاتين نفس الكلام، ثلاثية التركيب. عندنا اللغة الجملة العربية ثنائية التركيب، فعندهم فيرب إتر أو فعل الكينونة موجود، فيرب تو بي مثلا بالإنجليزي، فهذا موجود في اللغات الأخرى، هو يقارن بين بنية اللغة وبنية الجملة في اللغة العربية وفي غيرها من اللغات الأخرى، ويبين مستويات من التحليل الصوتي والصرفي والنحوي والبلاغي. فهذا نوع من الاهتمام بهذه الأمور. ثلاثة، حاضر، كنت أقول لي من بدري زي بعض، لكنني في الحقيقة يعني كنت أود أن أشير إلى مشكلة تتعلق بعلاقة الفلسفة باللغة في عمل فلسفي أدبي ظهر لنا في صورة قصة، وهي قصة حي بن يقظان. حي بن يقظان هذه قصة تحتاج وحدها إلى حديث، ولكن هي تثير مشكلة علاقة الفكر باللغة. الدنيا كلها تقول إن الفكر مؤسس على اللغة، واللغة لابد أن توجد في مجتمع يتحدثه الناس، وينقلوا تنقل الأجيال الكبرى أو القديمة معالم هذه اللغة إلى الناشئة الذين يظهرون. وإذا وجدنا إنسانا وضع في بيئة ليس فيها بشر، فإنه لا يمكن أن يفكر التفكير الإنساني، ولكنه سيفكر التفكير الحيوان. لكننا وجدنا فيلسوفا هو ابن طفيل يكسر هذه القاعدة التي ربما لا يوافق عليها اللغويون، لكي يبين لنا أن كائنا ظهر في بيئة ليس فيها بشر، ومع ذلك ارتقى في درجات المعرفة أو في درجات المعرفة ومراتبها من المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية إلى المعرفة الذوقية الفيضية الإلهامية، وهذه طبقات في المعارف الإنسانية، حتى وصل إلى إدراك ما وراء الطبيعة والإيمان بوجود إله، وسعى إلى الاتصال في نظرية فلسفية تسمى نظرية الاتصال بالله تعالى عن طريق الزهد والتقشف والهيمنة على غرائز النفس والتهذيب الخلقي للنفس وللعقل والشوق الكامل في النفس الإنسانية للاتصال بالله تعالى، حتى يصل الأمر إلى أعلى الدرجات من غير لغة موجودة عند هذا الكائن الذي سماه حي بن يقظان. وهذه مسألة تحتاج إلى عرض أوفى، وأنا شايف محمد الذي رحب بي في أول الأمر يمسك الميزان والميقات ويقول لي كده، وبعد شوية يبقوا كده، وبعد شوية يبقوا كده، بعد شوية يبقى العصاية تأتي التي معه يجري بها ورائي حتى أنهي الحديث. فأرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم بكلام يحتاج إلى تفصيلات، يحتاج إلى توضيحات، لكن هذا جهد المقل يأتي بعد كوكبة من الباحثين الشبان الذين فيهم من القوة وفيهم من التطلع إلى المستقبل والتشوف إلى درجات عليا في المستقبل. وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم بهذه الكلمة، وأشكر الأستاذ محمد عبد المنعم الصاوي، وأشكر محمد حجاج على إتاحة هذه الفرصة لي في كلام يعني أرجو ألا يكون يعني كلام من الذهب أثقل عليكم،
زاد يعني انتظاركم، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات أخرى يكون الوقت فيها أوسع وأكبر، ويكون العطاء فيها أصفى وأنقى. وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.